من الدرجة الثانية. السيد محمد نرطور ضابط شرطة متقاعد وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيد كويدر بوطاهر ضابط أمن متقاعد وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيد عبد العزيز مخوف ضابط أمن متقاعد وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيد مبارك بديدي ضابط أمن متقاعد وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيد ميمون أقواوش ضابط أمن متقاعد وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيد دريس النهاري مقدم شرطة رئيس متقاعد وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيد عبد الحميد بروكش ضابط أمن متقاعد وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيد ميمون أقواوش ضابط أمن متقاعد شكرا. زيد قربني شويه باش ندوز عندك حتى